ويقول هذا أحسن ما سمعت. ولذلك فإن مالك نقل عنه أنه خالف بعض أهل المدينة في بعض المسائل كما في الموطأ. قال فإما بآثار معروفة عند علماء المدينة، ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. هذه الجملة أتى بها الشيخ يقول إنه لو قدر أنه في عصر مالك من طبقة الثالثة أتباع التابعين من هو أعلم بأهل مذهب أهل المدينة، وقد سميت بعضهم كابن المجشون وغير ممن كان في تلك الطبقة، ومثل ربيعة من الطبقة الثانية، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأصحاب مالك الكثير، فإن هؤلاء قد انقطع علمهم إما بعدم نقله عنهم أو أن كانوا قد ألفوا مصنفات قد ذهبت. وابن المجشون لم يبقى من كتابه إلا جزء صغير طبع مؤخرا، والباقي كان الباقي هو مفقود أو في حكم مفقود. ومن اللطائف أنه نقل أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن أنجب من كان عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أربعة، قال فأما أحدهم فمات صغيرا وسماه، وأما الثاني فسكن في غير أمصار، أي سكن في منطقة النائية وكانت في مصر كما نقل عنه، ومات ولم ينقل العلم عنه، وأما الثالث وسماه كذلك، قال فقد انشغل بالدنيا فدخل مع السلاطين واشتغل بهذه الأغاليط، أي بمذهب أهل العراق لما ذهب وسكن العراق، وسكت أن يسمي الرابع، قال الراوي عنه ولعله يقصد نفسه. وهذا الخبر الذي نقل في ترجمة مالك يدلنا على أن مالكا هو من أشهر وأجل من نقل عنه علم أهل المدينة، فقد ذكر أنهم أربعة كانوا أميز من نقل أو حضر عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو فقيه المدينة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل، يعني أن مالكا أنكر عليه في حياته أنه خالف بعض الأحاديث التي رواها أهل المدينة، ومثل لذلك المصنف فقال كما يذكر عن عبد العزيز الداروردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة، يعني أن مالكا قيد أقل ما يصح أن يكون مهرا بما يكون نصابا تقطع فيه اليد في السرقة، فقال تعرقت يا أبا عبد الله، أي صرت عراقيا. قال الشيخ أي صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن وهذا من كلام الشيخ أيضا، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه 10 دراهم، وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم 3 دراهم. يعني أن الداروردي لما قال لمالك إنك قد تعرقت، أي وافقت الحنفية في أصلهم، لأن الحنفية عندهم قاعدة دائما أنهم يضبطون بالمتناظرات ويتوسعون في هذه القاعدة كثيرا جدا. يقول الشيخ وأما مالك والشافعي وأحمد النصاب عندهم 3 دراهم أو ربع دينار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. قال الشيخ فيقال، أي عن قصة إنكار عبد العزيز الداروردي على مالك، قال فيقال أولا إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم. يعني يقول إن هذه القصة تدلنا على ما أصلناه سابقا، أن أهل المدينة فضلهم وعلمهم مقدم على علم أهل العراق، وهذا ما ذكره الشيخ. قال ثم قال الشيخ وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك، أي يعيبون إذا أرادوا أن يعيبوا الرجل قالوا إنه عراقي. قال كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض. قصة ابن عمر هذه مشهورة في الصحيح، لما سأله رجل عن دم البعوض يصيب المحرم أو يقتله المحرم، فقال ابن عمر رضي الله عنه أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أهل العراق هذا دل على أنها وصف مذمة عند علماء المدينة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر. قال وكما قال ابن مسيب لربيعة،
لما سأله عن عقل أصابع المرأة، وذلك أن ربيعة سأل سعيد بن المسيب عن الدية في من قطع إصبع امرأة فقال فيها عشر من الإبل، ثم سأله عن قطع إصبعين فقال فيها 20 من الإبل، قال فإن قطع 3 قال فإن فيها 30 من الإبل، قال فإن قطع 4 قال إن قطع فيها 4 ففيها 20 من الإبل. قبل أن أجيب عن كلام ربيعة أشرح ذلك، لما قطع 3 من الأصابع فيها 30، لما قطع 4 صار فيها 20 من الإبل، لأن القاعدة أن دية الرجل دية المرأة كدية الرجل إذا كان دون ثلث الدية، فإن زاد عن ثلث الدية أصبحت دية المرأة على نصف دية الرجل، وذلك لما قطع 4 أصابع نقص إلى النصف أصبح 20 من الإبل كدية الأصبعين. لما قال ذلك سعيد قال ربيعة قال لما زاد ضررها أو قال لما زاد جرحها قل عقلها، أنكر عليه ابن مسيب وقال يا ابن أخي إنما هي السنة، وأن هذه إنما هي من أسئلة أهل العراق أو نحو ما قاله سعيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما ثانيا أي من قصة الدار وردي، فمثل هذا في قول مالك قليل جدا، أي أن وجود أو تعمد الخطأ مع العلم أو عفوا ليس تعمد أن وجود الخطأ مع العلم بالحديث الصحيح قليل في مذهب مالك ومذهب أهل المدينة عموما يعني. ثم قال الشيخ وما من عالم إلا وله ما يرد عليه، ما من أحد كما قال مالك ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وما أحسن ما قال ابن خويز من داد وهو أحد أصحابي أحد المالكية في القرن تقريبا آخر الرابع أول الخامس في مسألة بيع كتب الرأي والإجارة عليها، قال لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره. ونقل الشيخ هذا يدلنا على أن أمر مهما أريد أن أبينه، وهو أن الشيخ عندما يتكلم عن هذه الأمور فهي ليست في الغالب مبنية على تحليل وظن بقدر ما هو مسبوق لكثير من هذه الأمور، وإنما رتبها مع سعة علم واطلاع استطاع أن يحسن ترتيبها في سياق معين. ولذلك يعني هنا فقط استطراد أن كذلك هذه الرسالة التي معنا وهي رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة هي تعتبر في الحقيقة من أجود ما كتب في تاريخ الفقه في القرون الثلاثة، لا أعلم أن أحدا كتب في تاريخ الفقه بهذه الدقة وبهذا الفهم الدقيق وخاصة لمذهب أهل المدينة. المعاصرون أولعوا وخاصة من كتاب الثعالب بالفكر السامي وما بعده بالحديث عن تاريخ الفقه حتى أصبح مادة تدرس في أغلب كليات الشريعة. والحقيقة أن مما غفل عنه تقسيم الفقه في القرون الثلاثة عما بعد القرون الثلاثة، فيجب أن يبين أن الفقه في القرون الثلاثة له ميزة في حديث النبي والواقع أيضا يدل عليه، وهذه الرسالة يدل عليه، ومن أحسن من كتب الحقيقة هذه الرسالة حسب علمي وفوق كل ذي علم عليه. نعم. يقول الشيخ وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين، يعني يقول إن مالكا إذا نقل عنه أنه خالف حديثا فأغلب المسائل نجد عن مالك نفسه أنه قال بالحديث إذا كان له ظاهر في إحدى الروايتين المنقولتين عنه. وإن كان أصحاب مالك بعد ذلك قد تركوا الرواية التي قال فيها مالك بالحديث وانتقلوا للرواية الأخرى، وذلك قال الشيخ وإنما تركه طائفة من أصحابه. وذلك يجب يعني كأن الشيخ يعني يشير للتفريق بين مذهب مالك وبين مذهب أصحابه، وهذا موجود في المذاهب الأربعة جميعا، فإن المذاهب الأربعة
هناك فرق بين مذهب الإمام ومذهب أصحابه. سبق معنا في الدرس الماضي أنه قيل إن أبا حنيفة خالفه صاحباه أبا يوسف، خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن في ثلثي المذهب، مثله يقال عند الشافعية. الشافعية تقرأ في كتبهم فتجد كثيرا المنصوص والمذهب، فيفرقون بين المنصوص والمذهب حتى في كتب الأصول. ويكفي أن يقرأ في البرهان وفي المستصفى، ترى كثيرا من المسائل الأصولية التي تتبعها إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي تتبع فيها الشافعي في أصول الفقه. ولذلك يعني الأصحاب قد يخالفون المذهب، وقد أشرت لبعضها سابقا وسيأتي بعضها كذلك. قال وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. هذه مسألة وهي مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، هل ترفع اليدين عندها أم لا؟ فيها قولان عن مالك وأصحابه، والمشهور عن مالك فيها روايتان من مذهب مالك، فقيل إنه لا ترفع اليدين، وهذا الذي اشتهر عن المالكية في كتبهم وأقوالهم. والرواية الثانية عن مالك أنه ترفع اليدين وفاقا لحديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي. قال الشيخ وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الصحيح الذي رواه، لأنه روى الحديث وأهل المدينة نقلوا عنه ذلك، وهذه رواية منقولة حتى في كتب المالكية. قال لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى، أي عدم الرفع، عدم الرفع. والروايات التي نقلت عن مالك نقل ابن رشد أنها ثلاث روايات. الرواية الأولى هي الموجودة في المدونة، وأن مالكا كرهها، وهذه هي المذهب المشهور عند كثير من المتأخرين. والرواية الثانية نقلها بعض المصريين كأشهب، ونقل عنه أنه استحسنها ورأى تركها واسعا. والرواية الثالثة أيضا نقلها بعض المصريين كابن وهب، وهو من أوثق أصحابه ضبطا ونقلا، ذكر عن مالك أن اليدين ترفعان، ولم يذكر في ذلك سعة في تركها. هذه ثلاث روايات منقولة عن مالك، ولكن مذهب المدونة هي التي نقلها ابن القاسم، وسيأتي الحديث عن المدونة بعد قليل. نعم. قال الشيخ ومعلوم أن مدونة ابن القاسم، يعني هو عبد الرحمن بن القاسم المصري، أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق، ثم سأل عنها أسد ابن القاسم فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله، ثم أصلها في رواية سحنون. هذا الكلام الذي نقله الشيخ تقي الدين هذا مشهور جدا في كلام المالكية، ومن أشهر من ينقل عنه ذلك أبو الوليد بن رشد، فإن أبا الوليد ذكر في كتابه المقدمة في أوله أن أسد بن الفرات كان في أول أمره على مذهب أهل العراق، إذ أسد كان يدرس حتى في آخر حياته بطريقة أهل العراق وطريقة المدنيين كما نقل في ترجمته، فقد درس المذهبين، مذهب أهل العراق ومذهب أهل المدينة، ودرس المذهبين معا. نعم. فابن رشد ذكر أن ابن أسد بن فرات كان أولا على مذهب أهل العراق، ثم إنه قد كتب مسائلهم وتفاريعهم وأسئلتهم، فأخذ الأسئلة وحدها فقط وقدم بها للمدينة ليسأل الإمام مالكا رحمه الله تعالى ويجعلها على مذهب أهل المدينة. فأتى المدينة وقد توفي مالك، فأتى بهذه الأسئلة لأشهب، فلما أتى أشهب وجد أن أشهب يقول في درسه أخطأ مالك في مسألة كذا وأخطأ في مسألة كذا، فكأنه لم يرتضي هذه الطريقة من أشهب ولم يرتضي قوله فيه، وذكر كلاما في أشهب يعني مشهور جدا. فانتقل بعد ذلك لابن القاسم، فذكر أبو الوليد أنه أتى ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم فرغب إليه بأن يسأله عن الأسئلة التي سأل عنها أهل العراق، فتمنع أولا فلم يزل به حتى شرح الله صدر ابن القاسم له، فجعل يسأله مسألة مسألة
حتى قيل إن أنه كتب عنه علما كثيرا وجلس عنده مدة طويلة. ذكر ابن رشد أن ابن القاسم أن ما كان عنده سماع عن مالك فإنه يقول سمعت مالكا يقول كذا، وما لم يكن عنده عن مالك فيه سماع وإنما فيه بلاغ، يعني بلغه عن مالك فيقول لم أسمع من ذلك، لم أسمع من مالك شيئا وإنما بلغني عنه أنه قال فيها كذا. وما لم يكن عند ابن القاسم سماع ولا بلاغ فإنه يقول لم أسمع ولم يبلغني عن مالك شيء والذي أراه فيها كذا. هذا الذي حدث مع أسد بن الفرات ونقله أبو الوليد. طبعا قبل أن نذكر ما الذي حدث مع سحنون، ذكر بعض المالكية من المتقدمين أن عبد الرحمن بن القاسم يختلف عن غيره من الرواه أنه كان ينقل مذهب مالك بالمعنى لا بالنص، أشاروا لذلك طبعا على نزاع بينهم في هذا، ولا شك أنه ثقة لكن الرواية بالمعنى مقبولة حتى في رواية الحديث، فلا مانع أن يكون قد روى أقوال مالك كذلك ولا ينازع ذلك أو يقدح ذلك في ثقته، ولكن هذا ولد في أكثر من كتاب من كتب المالكين المتقدمين عندما يقدمون غيره يذكرون أن عبد الرحمن بن القاسم كان ينقل أو يذكر قول مالك أحيانا بالمعنى لا بالنص. طبعا ثم إن سحنون هذا لما أخذ هذا كله ذهب إلى المغرب، فجاء سحنون واسمه عبد السلام فأراد أن يأخذ هذه المسائل من أسد بن الفرات، فامتنع منه أسد وأن يحدث بها فانتسخها بحيلة ما، ثم رحل بها إلى عبد الرحمن بن القاسم فقرأها عليه، فعبد الرحمن بن القاسم بعد ذلك رجع عن بعض من هذه المسائل وصحح بعضها وغير في بعضها، وهذا معنى قول الشيخ ثم أصلها، يعني أنه يعني صححها كثيرا في رواية سحنون، في رواية سحنون عن مالك. طبعا وهذه المدونة التي بين أيدينا زاد فيها سحنون بعض الأشياء عن غير ابن القاسم، مثل نقل بعض الأشياء عن ابن وهب وعن غيره. طبعا يذكرون أن ابن القاسم كتب إلى أسد بن فرات أن ارجع إلى نسخة سحنون أو كتاب سحنون فصحح به نسختك، فكأن أسدا أنف من ذلك وأبى. ويذكرون من العلم أن الله عز وجل أن ابن القاسم دعا عليه أن لا يبارك له فيها فلذلك لم تنقل عنه، والعلم من الله عز وجل. هذا معنى كلمة الجملة التي نقلها الشيخ في ذكر المدونة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. هذا الكلام في الحقيقة جميل جدا ويتعلق بما في المدونة، أن ابن القاسم ربما أتى بأشياء أخذها من أهل العراق ولم يأخذها من مالك، لأنه نقل أشياء عن غير مالك كما تقدم معنا إما اجتهاد، وخاصة أنه سمع هذه الأسئلة فربما وقعت في نفسه، مثل ما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ تقي الدين قاله قبله جماعة من أهل العلم المحققين، فإن ممن قال ذلك القاضي عبد الوهاب والأبهري وابن القصار، وهذا النقل الذي نقلته عنهم نقله أبو محمد بن عبد السلام التونسي في شرحه لمختصر ابن الحاجب المطبوع في آخر كتاب السلم. فقد ذكر ابن عبد السلام أن ظاهر ما في المدونة أنه لا يشترط ذكر جنس المبيع في السلم بالكلية. قال: وأنكر الأبهري وابن القصار وعبد الوهاب ما وقع في المدونة، وزعم بعضهم أن هذه المسألة إنما هي من كلام الحنفية لأن أسد بن الفرات سألهم أولا ثم أخذ بمذهب مالك، وأن أسد بن الفرات أبقاها في المدونة. طبعا رد ذلك بناء على أن أسد وسحنون ثقات، وهذا لا يعني يعارض ثقتهما رحمهم الله تعالى. فالمقصود أن كلام الشيخ تقي الدين هذا الذي قاله
واحدة من ثنتين، إما أن يكون قد وقف على كلام هؤلاء العراقيين في ذلك وهذا ليس بعيد، ويعني الظاهر من كلام الشيخ أنه يقوي طريقة العراقيين على طريقة المغاربة من أصحاب مالك، وهذا واضح جدا في كلامه وتعظيمه للعراقيين من أصحاب مالك كالأبهري وابن القصار والقاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإما أن يكون هذا من فهمه الذي وافق فهم الأكابر من أصحاب مالك، وفي كلا الثنتين يشهد له بسعة الاطلاع وحسن الفهم رحمه الله تعالى، ولذلك يشهد الشيخ تقي الدين بالإمامة في الدين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى، طبعا مراده بيحيى بن يحيى الليثي، كان عامل الأندلس. عامل الأندلس يعني أنه له مكانة كبيرة جدا عند عامل الأندلس. قال: والولاة يستشيرونه. طبعا لم يجري القضاء يحيى وكان يأنف من ذلك، وإنما كان يعين القضاة، فكان القضاة هم تلامذته، ولكن لم يلي هو يحيى القضاء وإن وليه فلفترة قصيرة. قال: فكانوا يأمرون القضاة ألا يقضوا إلا بروايته عن مالك، يعني برواية يحيى بن يحيى، ويقدمونها على غيره، وهذا هو الأكثر. طبعا روايته، عفوا، روايته الضمير يعود لابن القاسم، نعم الرواية الضمير يعود لعبد الرحمن بن القاسم، فكانوا يأمرون بأن لا يقضوا إلا برواية ابن القاسم عن مالك. قال: ثم رواية غيره، طبعا لأن يحيى بن يحيى روايته في غير الموطأ قليلة. قال: ثم رواية غيره. قبل، نعم، طبعا يحيى بن يحيى طبعا من قضائه أو من اجتهاده الذي خالف المشهور عند المالكية، وهي مسألة القضاء باليمين والشاهد، ومشى عليها المغاربة أو أهل الأندلس. قال المصنف: ثم رواية غيره، أي رواية غيره من أصحاب مالك، فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها. وصدق، فإن رواية ابن القاسم انتشرت جدا جدا، حتى قال بعض المناظرين لهم: أنتم اليوم قاسمية لا مالكية، مذهبكم مذهب ابن القاسم وليس مذهبكم مذهب مالك، لأنه قد يأتيكم النص الصريح عن مالك في غير رواية ابن القاسم فتردونه وتأخذون بقول ابن القاسم الذي لا يكون قد بلغه عن مالك فيه شيء، أو نقله عن مالك اجتهادا وفهما من فعل أو غيره. وحتى إن بعض المالكية، وهذا كتاب طبع أكثر من طبعة، ألفوا كتبا في التوسط بين مالك وابن القاسم. نعم، يقول: وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة. المراد بالمذهب أي أصول المذهب وقواعده وعمل أهل المدينة والسنة، وهذا واضح جدا. ولذلك يقولون إن ابن بشير صاحب التنبيه، وقد طبع بعضه، أنه لا يقبل قوله لأنه كان يخرج على الأصول ولا يعتني بالفروع، وهذا معنى قول الشيخ: وقد تكون مرجوحة في المذهب. ولذلك فإن بعضا من أصحاب مالك لما أصبح يخرج على الأصول مباشرة، ومنها إعمال الحديث، رد بعض المالكية المتأخرين قوله، وهذا فيه نظر ولا شك. قال الشيخ: حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك. رواية الموطأ مقصوده الفقه الذي في الموطأ، والفقه الذي في الموطأ هو الذي جمعه ابن الحكم في المختصر، الذي طبعا له مختصران الصغير والكبير، وقد طبع، أظن الطبع هو الصغير، هذا المختصر الصغير هو الذي فقه مالك المنقول. ولذلك أهل العراق لو تأملت الأكابر منهم كالأبهري فقد كانوا يشرحون مختصر ابن الحكم، لأنه فقه مالك من رواية الموطأ، بينما أهل المغرب عنوا بالمدونة، فكم من مؤلف له بين، فكم من مهذب لها ومن جامع لها مع غيرها كالعتبية وغيرها. ولذلك اختلفت طريقة العراقيين عن طريقة المغاربة، من أسباب اختلاف طريقتهم الرواية التي يعتمدونها في بيان مذهب مالك. نعم، يقول: حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك، وما زال يحدث به، أي بالموطأ، إلى أن مات، إلى أن مات. ومن آخر من روى عنه يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم. ولذلك كان بعض الأكابر من الأندلس يقول: يعني عجبا، يتركون رواية مالك في الموطأ من رواية يحيى ويخالفونها لما في المدونة والكتب التي عملت عليها بعد ذلك. قال: يخالفونها رواية ابن القاسم، طبعا رواية ابن القاسم التي هي في المدونة وليس رواية ابن القاسم التي في الموطأ، يجب أن ننتبه للفرق بين الثنتين.
طبعا رواية ابن القاسم الموطأ موجود تلخيص القابسة طبع قديما، وموجود أيضا جزء منها طبع، وهناك مخطوط في الجمع بين رواية ابن القاسم وعبد الله بن وهب وهي رواية المصريين، أيضا مسندة كاملة، وأظنها طبعت أو على وشك الخروج. قال الشيخ: وإن كان طائفة من أصحاب مالك أنكروا ذلك، وهما ذكرته أنكروا تقديم رواية ابن القاسم. فمثل هذا إن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك، فلا يعاب مالك رحمه الله تعالى في ذلك، وإنما يعاب على من نقله. قال: ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور. هذه مسألة جميلة جدا، وهو أن المتبع للسنة لابد أن يجد قولا وافق السنة في مذهب مالك، ومثله يقال أيضا في مذهب أحمد، فإنه لا تكاد قولا فيه موافقة للسنة إلا وهو موجود في مذهب أحمد رواية نصا أو إماء أو نحو ذلك. ومذهب الشافعي قريب منهما، وعبرت بالقريب لأن بعضا من محقق الشافعية كالبغوي خاصة والنووي هذا مثلا بالخاصة ذكروا مسائل، طبعا والماوردي في مسألتين في الحاوي تقريبا، ذكروا مسائل لم يجدوا فيها قولا لما للشافعي ولا لأصحابه، ثم خرجوا وجها بناء على النص وقالوا لأنه قد صح فيها الحديث وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فنقول إنها وجه. وهذه طريقة الأكابر، قلت لك فعلها الماوردي أحيانا والبغوي والنووي، وهؤلاء الثلاثة من أكابر مذهب الشافعي. وإذاك نقول إن السنة كذلك من أراد متبع السنة فإنه يجد كذلك في مذهب الشافعي مثل ذلك، والظن أن في عموم مذهب الحنفية مثل ذلك. وذلك فإن ابن أبي العز في كتابه التنبيه على الهداية شرح الهداية بما يدل عليه الدليل، ونسب ذلك قولا لبعض أصحاب أبي حنيفة، وإن كان لم يتتبع ما قال به من أصحاب أبي حنيفة. العموم السنة ظاهرة والحق ظاهر ولله الحمد، وهذه نعمة من الله عز وجل. قال الشيخ: ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها، إلا وله قول يوافقها. من أشهر المسائل في ذلك مسألة القبض في الصلاة. المشهور أن عند المالكية أن الصلاة أن يعني المصلي يسدل يديه ولا يقبضهما، وهذه هي رواية عبد الرحمن بن القاسم، وقد ألف جماعة من المالكية ومن آخرهم ابن عزوز التونسي من علماء القرن الماضي، ألف رسالة في أن الصحيح من مذهب مالك القبض، فقد نقلها عن مالك عدد جم قريب من 7 أو 8 كلهم نقلوا استحباب القبض لحديث وائل. وأما الذي انفرد بالسدل صراحة فإنما هو عبد الرحمن بن القاسم، فمن قال بالقبض لم يخرج عن مذهب مالك، بل أتى بقول مالك المنقول عنه بالعدد الجم، وهذا يوافق كلام الشيخ، وكلام الشيخ كلام خبير ولا شك. قال: بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة، مذهب أهل الكوفة المتقدمين، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك، وهذا من الاعتذار لهم، فإن يعني المتقدمين من أهل الكوفة كانوا على هذه الطريقة وخاصة في القرن الثالث، وهم تابعوا التابعين. وقد سمى الشيخ بعضا منهم حتى وإن كان بعضهم من أهل الحديث كوكيع وغيره. نعم. قال الشيخ: ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما. بدأ يتكلم الآن عن قواعدهم، فذكر على سبيل الإجمال ثم على سبيل التفصيل. ذكر الشيخ قال: حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجع محمد لصاحبه، حينما رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، طبعا مراده بصاحبه أي صاحب محمد وهو أبو حنيفة، وصاحب الشافعي هو مالك، وهذه القصة مشهورة في كتب المناقب، ومن أشهر من أسندها البيهقي. فقال له الشافعي: بالإنصاف أو بالمكابرة، أي تريد الترجيح. فقال له أي محمد بن الحسن: بالإنصاف. فقال: ناشدتك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبك؟ فقال: بل صاحبكم، يعني مالك. فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبك؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبك؟ قال: بل صاحبكم. قال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول أعلم كان
قياسه أصح، بل إن الشافعي قال فنحن نقول بالقياس أكثر منكم، فدل ذلك على أن القياس مبني على مقدمات، فإذا كانت مقدماته أصح كانت نتائجه أدق. ثم نقل عن أحمد قال الشيخ وقالوا للإمام أحمد من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ طبعا سفيان من أهل الكوفة. فقال بل مالك. فقيل له أيما أعلم بأثار أصحاب رسول الله، مالك أم سفيان؟ قال بل مالك. فقيل له أيهما أزهد، مالك أم سفيان؟ فقال هذه لكم. من الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ما نقله أبو داود في سؤالاته الحديثية أن أحمد قال مالك أتبع من سفيان. قوله أتبع يعني في الفقه، والفقه مبني على العلم بالآثار وأقوال الصحابة وعلى العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معنى الرواية التي نقلها أحمد. وهنا فائدة لما قلت إنها سؤالات أبي داود، فإن أبا داود له عن أحمد سؤالات حديثية وسؤالات فقهية وكلها مطبوعة، كما أن الأثرم له عن أحمد سؤالات حديثية مطبوعة وسؤالات فقهية مفقودة. ومن أكثر من نقل عن السؤالات الفقهية حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر، فقد أكثر من النقل عن سؤالات الأثرم نقلا كثيرا جدا لا يعرف في غيره من الكتب أنه نقل مثل هذا النقل، وهذا يدلنا على أن سؤالات الأثرم وصلت المغرب في تلك الفترة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث، فإن أبا حنيفة والثورية ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح ابن حي، صحح النسخة التي عندك، في النسخة التي عندي بالمعجمة والصواب أنها بالمهملة، ابن حي بدون نون. قال وشريك بن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في العصر، وهم أئمة فقهاء، وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر. وكان أبو يوسف، طبعا الحسن بن صالح بن حي هذا عصري الثوري وكلاهما ثوري، عصري سفيان الثوري وكلاهما ثوري النسب، وكان بينهما يعني بعض المنازعة كما نقل ذلك في السير. قال الشيخ وكان أبو يوسف يعني صاحب أبي حنيفة يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه، وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. هذه المسألة في قصة أبي يوسف نقل أصحاب أبي حنيفة، والأصل في ذلك كلام السرخسي صاحب المبسوط، ذكر أن سبب تحول أبي حنيفة لمجلس تحول أبي يوسف لمجلس أبي حنيفة أن ابن أبا يوسف كان قد تبع ابن أبي ليلى فترة، ثم إنه شهد ملاكا نثر فيه السكر فأخذ أبو يوسف بعضا منه، فكره ذلك ابن أبي ليلى وأغلظ له في القول وبين له أن ذلك لا يحل، فجاء أبو يوسف لأبي حنيفة فسأله عن ذلك الأمر فقال لا بأس في ذلك، ثم ذكر أحاديث يعني رويت في هذا الباب سواء صحت أو لم تصح، فحين ذلك انقطع عن ابن أبي ليلى وانتقل إلى مجلس أبي حنيفة. وقيل إن سبب انتقاله أن أبا يوسف كان يناظر زفر، ثم تبين له بالمناظرة ما بين فقه أبي حنيفة شيخ زفر وبين شيخه ابن أبي ليلى، فتحول بعد ذلك لمجلس أبي حنيفة، وهذا الذي جعله يجمع كتابا في اختلاف شيخيه ابن أبي ليلى وأبي حنيفة. يقول الشيخ وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وهما شيخا أهل العراق في ذلك الوقت. طبعا ذكروا أن ملازمة أبي يوسف لابن أبي ليلى كان 9 سنين، فترة ليست بالقصيرة. قال وأخذه عنه محمد بن الحسن، هذه الكلمة قوله وأخذه عنه محمد بن الحسن هذه في غاية الدقة، إذ لم ينقل ذلك إلا السرخسي، فقد نقل أن هذا التصنيف وهو اختلاف أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى الذي ألفه أبو يوسف أخذه عنه محمد ورواه عن أبي يوسف، وزاد فيه أشياء أخرى كان قد سمعها من أبي حنيفة، فيكون أصل يقول السرخسي فأصل التأليف لأبي يوسف والتأليف لمحمد. ولذلك فإن يعني بعض النسخ الخطية فيها
إدخال هذا الكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في كتاب الأصل لمحمد بن حسن، وبعض النسخ الخطية ليس فيها ذلك، وسبب الاختلاف ما ذكرت، ونقله الشيخ قبل ذلك عن السرخسي، وهذا أيضا يعني أكرر مرة أخرى هذا لسعة اطلاع الشيخ، فانظر مع دقة ما نقله عن المالكية كذلك دقة ما نقله عن الحنفية، فلم يكن يتكلم بهوى ولا بخرص ولا بظن، وإنما بعلم رحمة الله على جميع علماء المسلمين. قال: ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن، وذكر فيه اختياره، وهو الكتاب المسمى باختلاف العراقيين، هذا أحد كتب الشافعي التي مثل ما قلنا قبل في الكتاب السابق ضمن أجزاء منه وأبوابا ضمنها الربيع بن سليمان في كتاب الأم، فنقل عنه نقولات كثيرة يذكر فيها خلاف أبي حنيفة ومحمد بن الحسن مع اختلافات ابن بليلة، ثم يذكر فيها آراءه هو، وسماها اختلاف العراقيين، يقصد العراقيين ابن بليلة وأبي حنيفة. قال الشيخ تقي الدين: ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد، لا شك، وهذا مشهود به، وقد ألفت كتب مفردة في تراجم الثوري منها جزء مطبوع للذهبي سماه مناقب الثوري. قال: والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان، بل سفيان عندهم إمام العراق، ومع ذلك يقول الشيخ: فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق. مؤدى كلام الشيخ يقول: إذا كان أعلم أهل العراق بالنقل والأثر والسنة وغيرها فضل فقه مالك عليه، فدل ذلك على أن من كان دونه في معرفة هذه الأمور مالك مقدم عليه في ذلك ولا شك، وهذا استدلال أولو. قال الشيخ: وقد قال الإمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة ما تقدم، ما نقل الشيخ وذكرته لكم نحوه في مسائل أبي داود. قال: مع أن أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها، وهو يعظم سفيان غاية التعظيم، صحيح، حتى إنه ندم أنه لم يدرك سفيان ندما شديدا، ولكنه أخذ كثيرا من علم سفيان عن طريق وكيع وعن طريق غيره من الكوفيين، وكان يجل سفيان في السنة ويجله في العلم وفي الحديث. وقد سئل أحمد عن مسائل سفيان، فإن مسائل إسحاق بن منصور كوسج هي في الحقيقة مسائل سفيان وفقه سفيان، فأخذها إسحاق بن منصور كوسج فسأل أحمد عنها، وإذا قرأت هذه المسائل ترى إجلال أحمد لسفيان وتعظيمه له، كما أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي كان قد تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فأخذ مسائله وسأل أحمد عنها، وهي المسائل المشهورة بمسائل الشالنجي التي شرحها الجوزجاني بعد ذلك في كتاب المترجم، وهي من أعظم كتب الفقه لكنها مفقودة طبعا على طريقة أهل الحديث. قال الشيخ: مع أن أحمد قال: ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها، أي على سبيل الإجمال والجملة. قال الشيخ: أحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الذي يجب عليه أن يكون أهل العلم وأهل السنة، ولهذا كان يحب الشافعية ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي أو ينسبه إلى البدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها. يعني أحمد كان له ثناء كثير على الشافعي. من ثناء أحمد على الشافعي في السنة ما نقله الميموني، وميموني معروف من أئمة السنة في نقله وفي عنايته بهذا الأمر، قال إن أحمد قال له: ألا تنظر في كتب الشافعي، فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. وهذا يعني ثناء وتعظيم ليس بالسهل، فهم باب ذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها. نعم. قال: ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها ويذكر معرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث
من خالفه بالرأي وغيره، يعني أنه يرد على المخالفين في هذه المسألة. وكان الشافعي يقول سموني ببغداد ناصر الحديث، ويقصد بالذين سموه في بغداد أحمد، لأنه أدرك أحمد وطبقة أحمد ومن كان فيها في تلك المرة في تلك الفترة، وأحمد كان شيخ بغداد ورأسها في ذلك الوقت. قال الشيخ: ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا. وأحد أئمة السنة وهو ابن أبي حاتم الرازي ألف كتابا في مناقب الشافعي، وذكر كثيرا مما يتعلق بهذا الباب. قال: وهو كان على مذهب أهل الحجاز، يعني الشافعي، وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جريج كمسلم بن خالد بن الزنجي وسعيد بن سالم القداح، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وكمل أصول أهل المدينة وكمل أصول أهل المدينة وهم أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك. يعني هذا من باب تفضيل أصول أهل المدينة على أهل مكة، لأن أهل مكة يعني العلم فيهم أقل وهم مختلطون، ولذلك كان الشافعي يسميهم أهل الحجاز من باب الجمع بينهما. قال: ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق، فاجتمع بمحمد بن حسن وكتب كتبه وناظره وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق، ثم ذهب إلى الحجاز. هذه المحنة التي امتحن فيها الشافعي هي المحنة التي كانت مع السلطان في ما اتهم به من نصرته لبعض العلويين وغيرهم. قال: ثم قدم العراق مرة ثانية وصنف كتابه القديم المعروف بالحجة، ورواة القديم عن الشافعي جماعة منهم الكرابيسي وكثير، وقد جمعوا الرواة القديم ومنهم أحمد كذلك، فإنه يعد من رواة القديم. قال: واجتمع به أحمد في هذه القدمة بالعراق، واجتمع به بمكة، وعندما اجتمع به بمكة كان معه إسحاق بن راهوية في القصة المعروفة، وجمع بينه وبين إسحاق، معروف القصة حينما قال: إن فاتك علم هذا الفتى فاتك علم كثير، وإن فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول. قال: وتناظر بحضور أحمد رضي الله عنهم أجمعين، وهذه المناظرة كانت في عدد من أبواب، منها مسألة الهبة، هبة العود في الهبة وفي غيرها. قال: ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهما، فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كذب، فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على عالم. هذه الرحلة رحلة مشهورة طبعت في الهند قبل نحو من أكثر من 100 سنة، ثم أعيد طبعها بعد فترة أخرى، وهي رحلة مكتوبة على الشافعي، تكلم الذهبي في العبر عن إسنادها وذكر من اتهم بالكذب فيها، وفيها مناكير كثيرة جدا. والحديث عن هذه الرحلة لها حديث طويل آخر غير هذا المجلس، لعلنا نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله. يقول: وهي من جنس كذب القصاص، ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا في أذية الشافعي قط، صدق، فهما أجل من ذلك، ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك الرحلة الكاذبة، وتلك الرحلة موجودة، ولعل أن نفرد لها حديثا يوم ما إن شاء الله. قال: ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد، أي كتبه الجديدة التي رواها عنها الربيع بن سليمان المرادي، ورواها عنها المزني، ورواها عنها أيضا أهل مصر مثل الربيع بن سليمان الجيزي وهو غير المرادي وغيرهم من رواة الكتاب الجديد. قال: وهو في خطابه وكتابه أي الجديد ينسب إلى مذهب أهل الحجاز، فيقول: قال بعض أصحابنا، وهو يعني أهل المدينة، أو بعض علماء أهل المدينة، وهو يعني أهل المدينة أو بعض علماء أهل المدينة كمالك، ويقول في أثناء كلامه: وخالفنا بعض المشرقيين، وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم. نعم، ولا شك في ذلك، وهذا مشهور. واختار سكنى مصر إذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد وأمثاله من الأكابر، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب، طبعا يقصد بأهل الغرب أهل الأندلس والمغرب، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء، أي على مذهب أهل مصر أو مذهب أهل المدينة،
فإن الليث كان له أتباع في الأندلس، ومالك له بعض الأتباع كذلك، أو أهل المدينة لهم أتباع مثل عبد الملك بن حبيب، فإنه أدرك مالكا وغيره ونقل نقلا نقولا كثيرا عن أهل المدينة. نعم. قال: وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعي كذلك، والأوزاعية كان لهم وجود في المغرب، وقد ألفت يعني بحوث في تاريخ الأوزاعية في المغرب وغيرها. قال: وأهل الشام، طبعا أهل الشام هم هو مذهب الأوزاعي وغيره. قال: ونصره خلفاء بني أمية المتقدمون الذي دخلوا المغرب في ذلك الوقت، فإنهم كانوا على مذهب الشام فلذلك نصروه، فقد جاء بعض بني أمية وبعض أصحابهم الذين أفشوا مذهب أهل الشام في الأندلس. قال الشيخ: مذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب، لكن أهل المدينة أجل عند الجميع، أجل عند الجميع، متقارب في بعض الأصول، لأن العلوم تتواصل والمذاهب تتواصل وتختلط فيكون بعضها مختلفا ببعض. قال الشيخ: ثم إن الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم، أي وصل لمرحلة الاجتهاد في العلم، ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة سواء من الأقيسة أو المفاهيم ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحابه المدنيين. وذلك أن الشافعي لما ذهب للعراق اطلع على أحاديث كثيرة لم يكن قد وقف عليها المدنيون. قال الشيخ: قام بما رآه واجبا عليه من العمل بالدليل، وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم. كتاب الإملاء للشافعي هو من رواية أبي الوليد، وقد صنفه على هيئة مسائل ابن القاسم. قال الشيخ: وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه، أي في كتاب الإملاء، ويقال إن الشافعي له كتابان في الإملاء. وقد أحسن الشافعي فيما فعل، لأنه عمل بموجب الدليل لما كان متأهلا. قال الشيخ: وقام بما يجب عليه، وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه، وجرت محنة مصرية معروفة، والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. حدثت له محنة رحمه الله تعالى حتى من بعض أكابر أصحابه رحمه الله تعالى، وهي مشهورة جدا في كتب الطبقات. وهذه سنة أن المرء يمتحن بأحب شيء إليه، فالمرء يمتحن في زوجه، ويمتحن في ولده، ويمتحن في ماله، وإن كان من أهل الجاه امتحن في جاهه، وإن كان من أهل العلم امتحن في علمه. وذلك الأكابر امتحنوا، فمالك امتحن وجلد، قال أحمد جلد في مسألة الطلاق، وذلك أن مالكا كان يرى أن طلاق المكره لا يقع، فامتحن لأجلها ولأجل ذلك جلد، وقيل إنه امتحن لأجل تولية القضاء. امتحن الشافعي في هذه المسألة التي أنكر ما أنكر فيها من بعض مذهب مالك، امتحن امتحانا شديدا. أحمد امتحن في السنة وإظهارها، البخاري امتحن، وكذلك كثير من الأئمة، أبو حنيفة أيضا جلد، وغير ذلك من الأئمة، ويمتحنون في أمور تختلف من شخص إلى آخر. وذلك طالب العلم إذا امتحن في العلم في مسألة أو في أخرى وأوذي في مسألة أخرى يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. وكثير من الناس إذا امتحن أدنى امتحان في العلم هجر العلم، وظن أنه إذا تعلم العلم لابد أن تكون الطريق أن يكون الطريق أمامه ممهدا، وأن يكون الناس مستمعين له منصتين قابلين غير رادين عليه، وهذا غير صحيح. فإن من أحب الشيء لطالب العلم العلم، فلا بد أن يمتحن فيه، ولا بد أن يصبر أولا على أذى ثم يمتحن عليه ثم يمتحن فيه بعد ذلك إذا تمكن منه. والله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى، غفر الله لجميع المؤمنين والمؤمنات. قال الشيخ: وأبو يوسف ومحمد هما صاحب أبي حنيفة، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك. نعم. ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك. وقد ذكرت لكم أن الحنفية يقولون، أو شهر عندهم أنهم يقولون إن أبا حنيفة خالف، عفوا، إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، فهما قد خالفاه. والشافعي خالف مالك في أشياء كثيرة جدا، وقد صنفت كتب خاصة في الخلاف بين الشافعي ومالك، حتى ألفت كتب في الرد على الشافعي وقسي عليه، مثل كتاب ابن اللباد المطبوع وغير ذلك من الكتب التي كانت في تلك المحنة بين الشافعي وأصحاب مالك. قال الشيخ: وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب. وصدق، فإن الشافعي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف إنما خالفوا
شيوخهم اتباعا للدليل وقياما بالواجب وهو إظهار السنة أو ما ظهر لهم من السنة. نسأل الله عز وجل الجميع الرحمة والمغفرة وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشافعي رضي الله عنه: قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة. أصول أصحابه يعني أهل المدينة، فإن أصولهم أعظم الأصول في مقابل أهل العراق. قال: وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث. ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد، محمد بن عبد الله بن الحكم، ومحمد بن الحكم كان على مذهب الشافعي ثم انتقل عنه إلى مذهب مالك بعد فتنة صارت: يا بني إلزم هذا الرجل فإنه صاحب حجج فيما بينك، فما بينك وبين أن تقول قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن تخرج من مصر. يعني يقول الشيخ إن عبد الله بن الحكم قال لابنه محمد: إنك في مصر إذا قلت قال ابن القاسم سمع الناس منك ذلك، فإذا خرجت من مصر وقلت لهم قال ابن القاسم ضحكوا منك، فإن ابن القاسم عندهم رجل من علماء مثله كمثل غيره من علماء الملة. قال محمد يعني ابن عبد الله بن الحكم: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود فقلت قال ابن القاسم، قال ومن ابن القاسم؟ فقلت رجل مفتن يقول من مصر إلى أقصى الغرب، يعني أنه مشهور في تلك البلدة، وأظنه قال قلت رحم الله أبي، يعني صدق أبوه في ذلك. يقول الشيخ في تعليق على هذه القصة وهو تعليق في غاية النفاسة، قال الشيخ: وكان مقصود أبي أطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع، أي لا تقلدهم، فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان. هذا كلام في غاية النفاسة. إذا أردت أن تنقل تقليدا لمعاصر أو قديم فإنما يقبل هذا القول لمن كان يعظم هذا المقلد. لو قلت قال فلان من المتقدمين أو قال فلان من المتأخرين من مشايخك فإن بعض الناس لا يعظمه، وإن كان لا يسقط قدره لكن لا يعظمه ولا يرى أنه يعني يقبل قوله على سبيل العموم. فلذلك حينئذ عندما تقول قال فلان لا يكون ذلك في الحجة في شيء، بخلاف إذا أتيت بالحجة والبرهان والدليل فإنك تقوى حينئذ حجتك. ولذلك من تعلم الكتاب والسنة قويت حجته، من حفظ الكتاب والسنة أصبحت حجته قوية كما نقل عن الشافعي. قال الشيخ: فإن الله أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم، والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا، وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة، وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. هذه الجملة من الكلام الجميل النفيس، وفيه بيان أن العلم والفهم يختلف الناس فيه، فليس الناس سواسية، فقد يؤتى بعض الناس ما لا يؤتاه الآخر، وعندما تقدم شخصا على آخر فإن هذا لا يكون على سبيل الإطلاق، وهذا الذي قال علي رضي الله عنه: إلا ما يؤتاه الرجل من الفهم، إلا فهما يؤتاه الرجل. وهذا معنى كلام الشيخ أن بعض الناس يؤتى من العلم والفهم في ذلك العلم ما لا يوجد في غيره، وقد يوجد في غيره شيء ليس موجودا فيه، وهذا معنى قوله: وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر، أي في نوع آخر إما في مسألة أو في علم آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن جملة مذاهب أهل المدينة راجحة في الجملة على مذاهب أهل العراق والمشرق. بعدما ذكر هذه المقدمة المصنف رحمه الله تعالى ختمها بأن مذهب أهل المدينة مقدم على سبيل الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق في ذلك الوقت، وأما بعد ذلك الوقت فإن أصولهم تكون مقدمة على أصول غيرهم. ثم شرع المصنف بعد ذلك بذكر قواعد جامعة. هذه القواعد هي حقيقة قواعد فقهية، وهذه القواعد الفقهية هي الجزء الثاني من هذه الرسالة، وهذه القواعد تتعلق بعدد من القواعد، كان بودنا أن نأخذ بعض هذه القواعد اليوم
لكن يبدو أن الوقت قد ضاق، ولكن نقف عند هذا القدر، لعل الله عز وجل إن مد في العمر وكان هناك فسحة من الوقت أكملنا شرح هذه الرسالة بذكر القواعد الجامعة التي أوردها الشيخ. وقبل أن أختم درس اليوم أريد أن ألخص بعضا من الأمور التي تستفاد من الرسالة المتقدمة. ذكرت في أول درس اليوم ملخص هذه الرسالة، وأن الشيخ استدل على أصول مذهب أهل المدينة في القرون الثلاثة الفاضلة الأولى، ثم بيّن بعد ذلك أن هذه الأصول انتقلت بعد ذلك للأمصار فأصبحت موجودة في جميع الأمصار، وذلك فإن هذه الأصول موجودة في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة خصوصا، فإن أصول هذين المذهبين يوجد فيهما أصول مذهب أهل المدينة، ودخل كثير من أصول ومسائل أهل المدينة على أهل العراق، وكان دخولها من طريق جماعة من أهل العراق كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وإن كان دخول هذه الأصول والمسائل في مذهب الحنفية أقل من المذاهب الثلاثة الباقية. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية أن مذهب المالكية قد دخل فيه شيء يسير أو شيء من مذهب أهل العراق، وهذا دخل متقدم من حين جاءت المسائل التي نقلها أسد بن الفرات عن عبد الرحمن بن القاسم، والتي أصبحت معتمدة بعد ذلك في مذهب المالكية. ونقلت لكم أن هذا الكلام من الشيخ سبق إليه من أكابر علماء المالكية كالأبهري وابن القصار والقاضي عبد الوهاب. والأمر الأخير أن مذهب المالكية قد يكون هناك أمور دخلت من الفهم وقصوره وعدم العلم بنصوص مالك، وذلك قال بعض المالكية أو بعض الشافعية في نقد المالكية اليوم قاسمية لا مالكية، اليوم هي قاسمية على مذهب القاسم وليست على مذهب مالك. وذلك لما قيل لبعض الشافعية لما لا تكون تتبع شيخ إمام مذهبك، قال وإنما أنتم تذهبون ابن القاسم، وابن القاسم قد خالف مالك في مسائل، وذكرت لكم أنه ألفت كتب في التوسط بينهما. هذا ما يتعلق في ملخص الكلام السابق. الجزء الباقي هو جزء منفصل يتعلق بقواعد فقهية، لعل الله عز وجل أن ييسر شرحها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم علماء المسلمين، وأن يغفر لهم ويجزيهم خير الجزاء، وأن يرزقنا اتباع السنة والانتفاع بها وبعلوم أهل العلم، فإن السنة إنما نقلت لنا من طريق هؤلاء العلماء الأعلام، علماء الحديث وعلماء الفقه الأكابر رحمهم الله تعالى، وما أخذوا هذا العلم إلا عمن كان قبلهم، فليس علمهم بالتشهي ولا بالتمني ولا بالهوى. ولذلك فإن العلم في هذه الدين باقي إلى قيام الساعة ومتوارث، ومهما حاول من حاول أن يقطع حبل الأواخر عن الأوائل فلن يستطيع ذلك، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال عبد الله بن مبارك وقاله غيره الإسناد من الدين. فمن خصائص هذا الدين نقل هذا العلم في عن أشخاص وعن عصور، يأخذه جيل عن جيل، تسمعون ويسمع منكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، والله أعلم.